السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهد ماذا قال هذا الموريتاني على الشاب الجزائري، تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لإخواننا في الجزائر، تحية إكرام واحترام وإجلال وتقدير وقيمة معنا، والله الذي لا إله إلا هو، إننا نحترم الجزائر، والله إننا لنوقركم ونعتز بحسن جواركم ونحتز بقربكم وبمودتكم وباحترامكم وبإنصافكم، ونتأكد بأننا السند، بأنكم أنتم السند، أنتم الإخوة، أنتم أصحاب العروبة، أنتم أصحاب النخوة. والله لن يكون لتسعين دقيقة من المباراة أي تأثير، لن يكون لها أي وقع. لا أقول بأننا لم نحتفل بالأمس بهذه المباراة، لكن عذرنا، فوالله الذي لا إله إلا هو، ما قد احتفلنا قبلها إلا بنصركم، كنا معكم في كل شيء، كنا معكم في السراء وفي الضراء، كنا خلفكم ونحمل لواءكم، ننتصر بانتصاركم، نفرح بفرحتكم. كان الهدف حينما يكون منكم في أي منتخب كانت مستوى الفرحة الجزائرية، والله الذي لا إله إلا هو، لا تفوق مستوى الفرحة الموريتانية. والله إننا لنحتفل بكم ونعتز، والله لكم كل الاحترام من هذا المنبر، كل التقدير، لكنها كرة القدم. ما كنا نتصور أن يكون لوقع هذه التسعين دقيقة هذا التأثير، فوالله لقد لاحظت ورأيت بأم عيني أعين جزائرية تبكي من واقع ما حدث في هذه المباراة، لكنها مجرد 90 دقيقة لا تأثير، لا تأثير. أنتم الإكرام وأنتم الاحترام وأنتم التقدير، أنتم الجزائر، بلد المليون ونصف شهيد، والله لكم الفخر ولكم الاعتزاز ولكم الحق في المجد الذي أنتم فيه، فأنتم أبطال، أنتم أحرار، أنتم أسياد. نحن كنا معكم بالأمس، أنتم أبطال إفريقيا، كنتم وما زلتم وستظلون. والله أؤكد، لن يركب أحد من الدول العربية هذه الموجة ليغير وجه المحبة والاحترام والتقدير من الشعب الموريتاني لشعب الجزائر. الجزائر موريتانيا، موريتانيا الجزائر. أنتم من فزتم، وأنتم من فاز بالأمس، وأنتم من فاز في السنين الماضية، وستعود الفرحة والفوز، والفوز لكم، وستعود البهجة والسرور على وجوهكم، وستمسح هذه الدموع بمحبة واحترام وتقدير الموريتاني لكم. والله لقد تأثرت، لكنها لحظة محبة لقوم أؤكد ومتأكد أنهم يحبوننا أكثر من حبنا لأنفسنا. أنتم السبب في نهضة موريتانيا، أنتم السبب في المستوى الذي فيه موريتانيا الآن. أقدم لكم الاحترام والتقدير من هذه المنبر، وتحياتي لكم. ماذا ستوجه له هذا الإنسان الطيب الخلوق الموريتاني بهذه الكلمات الطيبة؟